السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي القناة الكرام. الفيديو النهارده ازاي نعالج تسريب الميه بتاعت الهيتر بتاع السخان. طريقة سهلة وبسيطة، تابعوا معنا الفيديو للآخر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبما انه مربوط كويس برضك بينزل الميه، ازاي نعالج تسريب الميه ده؟ ان تسريب الميه ده بيؤدي الى سبب من اسباب كهرباء السخان. اول شيء هنقوم بفصل الكهرباء، ثاني شيء هنقفل المحبس بتاع السخان، ثالث شيء هنفك الصمولة اللي مودية الموية للسخان، وهنفكوا اللي بتاع المية السخنة. أول شيء هنفك اللي بتاع المية السخنة، وهنفكوا اللي بتاع المية الباردة المؤدية للسخان. وطبعا فاكه الغرفة بتاع السخان والترموستات، طبعا شاي عشان مليان مية. بعد ما فكينا اللي، طبعا زي ما ملاحظين هسيبه يقف، ويقف في الترموستات وافحص الترموستات. واللي مش عارف طريقة فحص الترموستات، طبعا عاملة فيديو هنسيبها لكم صندوق الوصف ازاي نفحص الترموستات اذا كان سليم ولا بايظ. بعد كده هروح احط الصابونة تحت اللي تحت اللي راكبة السكس بيلت بنفس الطريقة. وهنجيب نب حديد وهركبه في اللي بتاع السخان الطريقة دي. وهنجيب الشطاف نجيب شطاف او لي تاني اوصله بيه. طبعا هوصل بالدي عشان يوصل في الميه هنوصلش الدنيا. بعد كده هنجيب مفك، اي مفك، وادوس على السكسبل، السكسبل بتاع السخان زي كده. هبتدي المايه تنزل، ضغط عليه تاني، ضغط فيه بنفس الطريقه. واسيب الميه في السكر خالص زي ما احنا عايزين. الميه في سكر الميه خالص. واسيب الميه لغايه ما تسخن خالص وهرجع لكم تاني. يكون فضل الخزان بتاع
السخاء، اسيبه لما اخلص خلاص صرف ميه وهرجع له تاني. بعد ما صفى خالص الخزان بتاع السخان، هنجيب مفتاح انجليزي السن، عكس اتجاه عقارب الساعة، في الفكة الأولانية هتبقى شديدة شوية، هنلاحظوا ان الجوان مقطوع وده اللي كان بيسرب الميه. طبعا في نوعيه من الجوانات ما انصحش بيها خالص، اللي هي الجوانات السوداء دي ما انصحش بيها اي حد لانها بتبوظ بسرعه. طب الحل ايه؟ الحل بسيط خالص، هنجيب الكتان، الكتان ده بيتباع عند أدوات اللي هيبيع أدوات السباكة، هنجيب باتنين جنيه أو بتلاتة جنيه كتان، يعني الكمية اللي بشتريها كلها تلاتة جنيه كتان. أول شيء هجيب الكتان زي كده، هبل المية بنفس الطريقة، بلته مية، هجيب الهيتر زي كده واجيب الكتان في عكس اتجاه عقارب الساعة، هبتدي ألف ألف الكتان في عكس اتجاه عقارب الساعة، ده أنظف من الجوان الأسود، محطش عليه البوية اللاكية لأن البوية اللاكية بتمسك في السن هنا وصعب تقليحها، يعني هنبوظ السخان. هنبل الكتان مية عادي ونربط عليها، بس قبل ما نجيب نعمل موضوع الكتان هنروح نسأل عن الجوان السيليكون، هوريكم شكله، ادي شكله. ما لقيتش انا هنجيب كتان والفه على السن بتاع الهيتر، وبعد كده هظبط السن والف في اتجاه عقارب الساعة زي ما حضراتكم ملاحظين، وبعد كده هجمع المفتاح لاحظين ان المية اللي في الكتان بتنزل مع اللف،
كده يا معين الآخر. هبتدي أربط السنة الراهل السكسي وفك النبل زي كده وأربطه في سنة الراس. وبعد كده هفتح المحبس وبرضك اخلي بالي لو كان في تسريب في مية تاني هديله ملفة بالمفتاح. طبعا شايل بتاع اللي بتاع المية السخنة بحيث يخرج الهواء معاي. واستنى لغاية لما يجمع معاي مية. اول ما يجمع معاي مية هرجع لكم تاني. بعد كده هديله ورقة وسكة تاني. كده منع تسريب المية هركب المية السخنة بكده تسريب وتنقيط بتاع المية زي ما حضراتكم عايزين. مفيش أي تسريب في الخزان خالص. نجيب اي قطعة قماش اجفف حوالينا. طبعا الترموستات اتحرق هنوصله في ترميلتين شبه بعض بالظبط دلهم بتوعات لمبة الاشارة. هركبهم في الفتحتين الصغيرين. هجيب سلكين بتوعات الكهرباء اوصلهم في الفتحتين. طبعا طريقة اختبار الترموستات وتركيبه هنصبها لكم في صندوق الوصف. بعد كده هربط الثانية. بعد كده هنجيب الترموستات اركبه في الهيتر نفسه. بعد كده هركب الغطي بتاع السخان. بعد كده شغلت الكهرباء كده السخان بتاعي اشتغل. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم. لو اعجبكم الفيديو لايك اشتراك لقناة فضل وسمر. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولقاء في فيديو قادم ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.